النهارده مهم جدا لمشاهدي الاهلي تي في، اقول لكم انه الساعه 8 القناه هتنقل لكم حفل تكريم مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن خطيب، طبعا الاثنين من القامات الكبيره جدا اللي كانوا وما زالوا الحقيقه اصحاب بصمات ما حدش يقدر ينكرها، قيمه وقامه محليا ودوليا، الاسمين من اكبر الاسماء الحقيقه، بدايه كابتن حسن حمدي رئيس الاسبق للنادي الاهلي، وكمان تكريم لدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، الاثنين النهارده هيتقلدوا قلاده الاهلي الذهبيه في حفل هيذاع ويبث بشكل مباشر وحصري طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي. طيب.